شافتني في اليوتيوب هي اللي عيطت ليا تيقولوا لها قالت لي رجولي لي ام طارق المحمديه هي مسكينه اللي قالت لي شوفي الدراري راه يقدروا يوقفوا معاك قلت لها اختي وباش عرفتيني قالت لي شفتك في اليوتيوب كتبكي وكتطلبي الناس انا اختي قالت لي شفتك وعيطت لك عندي وحده راه صوالح هادشي زعما يلا هذا كيشربوا هذا كويس كامل مشرب صافي هما يدوروا السما الصوت حتى وحده عارفه هذاك الاخر اللي صافي عارفه عليكم السلام. انت درتي واحد الحادثه اللي هي حادثه خطيره. شرح لنا كيفاش وقعت لك الحادثه. كنت ركب على الموتور ودرت سيت تيوق من تماك ما عقلتيش اشنو وقع. لا ما عقلتش لا والو. دابا كيف دايره الحياه ديالك ام حسين بعد ما درتي الاكسيده؟ كنتي عادي طبيعي درتي الاكسيده وقع لك اللي وقع عامين وانت في الكوما كيف داير الحياة ديالك دابا؟ وانت كتشوف الحالة كتير الحمد لله. شنو تبغي تقول للناس اللي كيشاهدوك ام حسين؟ كنشوفوا الام ديالك يعني مكلومة خلصت عليك مجموعة ديال الديون دابا هزات. عاونوا الوالدة ديالي هي اللي جاو تمحنا وتعذبت معايا. حاولي تهضري انتي عاودي لنا القصه ديال السلام عليكم. السلام اخو جالس عاودي لنا قصه حياتك يعني بعد ما تزوجتي ام حسين هو معاق يعني كي دايره المعيشة ديالك كيف دايره الحاله ديالك تفضلي. السلام عليكم اخوتي كديري لاباس عليكم. الحاله ديال محسن راه مسكين شوف حالته كيفاش دايره. انا ما عندي حتى شي واحد سوى الله هو اللي كاين ما عنديش شي واحد من غير الله هو اللي عندي وهاد الام حتى هي وتعذبت بزاف علينا وعلى قبل محسن. دابا الناس كيجيو للدار عيط ما نقولها ما كايناش وفي الاخر تدخلوا لي تلفون الدار ما عندها فين تمشي صافي كتقول لك انا غنمشي للحبس ونخليكم نتوما مشردين. انا كيبقاو فيا وليداتي وراجلي هما اللي كيبقاو فيا بزاف ما كاينش داك الوليد قلبي كيتقطع عليهم ما لقيت لهم شهد وهذا الشيء مسكين حالته كيفاش دايره. حتى ما شربش الدواء ديال العصب ما كنعرفش نبرك
حيت داك الدواء ما شربتش ما كنقدر لا نعس لا نبرك. داك الدواء هو اللي كيزقيني شويه. انا وليت مريضه بالعصب ولا في مرض نفساني. امي تعذبت معنا بزاف وتمحنات وتقول لي غنمشيو نخليك. وانا ديك كلمه غنمشيو نخليك كضرني بزاف. هادشي اللي كاين اخوتي دابا ما بغاش تعاونوا معنا. احنا باش فكوا مشاكلنا فكوا الهم اللي عندنا. ودوك الناس راه ما داروش شي حاجه، داروا غير الخير. ما غاديش نساو داكشي اللي داروا معانا. راهم تما مساكن حتى هما داروا غير خير، ولكن هي ما قدراتش حيت ما عندهاش داكشي اللي عندها. راه خسرات على محسن. ما بقى لها ما توخر ما تقدم. راه كتشد فيا كتشد في جي وحنا كنتعدو في جي. هادشي اللي كنطلبو من الشي محسن يتعاون معانا. كاع الناس اللي كيشوفونا حتى هما يتعاونوا معانا. اللي قلبو مزيان في الرحمه راه كاين الله ما كيضيعش الواحد اللي هو مسلم. وهادشي اللي كنوجه لكم التحيه كامل الناس اللي كيدخلوا عندنا ويشاهدونا من هاد المنبر هذا، يتعاونوا معانا ويفكوا هاد المرأة من هاد الهم اللي وحلت فيه وهاد الدين اللي عندها. اي داكشي اللي سخاكم به الله وداكشي اللي داركم في الله، تعاونوا معنا ربي غيخلصكم من هادشي اللي غديروا معنا. ولا قبل محسن مسكين حالته كيفاش دايره، ما كيقدرش يوقف وكيتكمل ليه الدواء ديالته ما كينعش. كيبقى يومين ثلاث ايام ما كيشوفش الناس كيفاش داير. حتى كياخذ داك الدواء ولا ما شربش داك الدواء وريديك تصور علينا بوجهه داير ديك الحاله في راسه ما كينعش. الناس واش واحد اللي كان وفايق كي كان هو ملي كان من ويضل فايق. شوف كي كان كان صحته خلي الزوج ديالي هاكي وريه ملي مكيشربش واش كيمد بحالته. شوف اخوتي اللي ما شربش الدواء ديال العصب اش كيولي داير. هاد الدواء هذا ما شربش هاد الدواء صافي شحالته كيفاش كتولي. يقدر يقتل بنادم في اي لحظه وما يحشرش براسه اش يدير. في اي لحظه يقتل واحد يجي قدامه يشد الريو ولا اي واحد يشدو قتلو ما يشعرش براسه اش يدير. شوف حالته كيفاش داريه. ثلاث ايام ما شربش الدواء اش كيولي داير. ولا بحال داك ملي كيشرب الدواء كيتهدلو دواء غالي. من بعد مره كنشريو ومن مره ما كنشريوش. وهادشي اللي كاين راه داكشي اللي عندنا راه قلنا عليكم. الله يحفظكم يا ربي. انتيا يعني كيفاش قبلتي على محسن؟ انتي عارفه بانه معاق وعنده مشكل. حتى انا تزوجي بيه وتولدي مع وليدات. حكي لنا حتى انا هادشي اللي هادشي اللي قسم الله تعرفت على هاد السيد. مات انا ما عنديش والديه. امي ماتت خلاتني انا عندي شهر ما كاملش. الاب ديالي توا توفات واخا راني صغيره. بقيت مع جدي الله يخليه لي يا ربي ويطول لي في عمره. حيت هو اللي رباني هو اللي صار عليا هو اللي قابلني. راه هو مسكين عيا بزاف مبقاش قلت له تم براسو مسكين. الله يشفي ربي ويشافيه ويعافيه. وهادشي علاش انا قبلت على هاد الولد حيت انا ما عنديش شي واحد اللي زعما غادي نبرك معاه. حيت جدي هو اللي بقى ليا مسكين تا هو عيا مبقاش قادر تيوقف تا هوايا. وصافي انا قبلت على هاد الولد. انا داكشي راه بغيتو ليه ماشي هنا حيت كاين الله والموت. والحمد لله انا لقيت هاد المرا فيها امي وفيها با وفيها عائلتي كامله. الحمد لله الشكر لله. ربي كيحيد من بلاصه وكيعطي من بلاصه اخرى. وحمد ربي وشكر على ادم وراي نتاومايا. الله يخليهم ليا يا ربي ويحفظهم ليا. وهادشي اللي كاين اخويا راه هادشي اللي كاين راه قلنا عليكم. الله يشهر ربي يحنن القلوب ويشوي واحدكم في قلبه الرحمه يا ربي. والله يحفظكم كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. ومحسن تا هضر مع الناس شويه. محسن ولا مش كتحس اش قول لهم وليدي قلتي قول لهم هضر مع سي مريم قول لهم راه قال لي مسكين اللي بغات تجيو الا ما عاونوش بالفلوس يدخلوا قالك عندها القناه ديالنا. قول لهم دخلوا عندها. هاولوني الله يعطيكم الصحه المغزى تاعو يدخل عندها القناه قناة محسن. قناة محسن ولا وين بالعربية. الله يعطيكم الصحة بالعربية. قناة محسن ولا وين بالعربية. الأم ديالك كتشوفها كيكون نهار خايفة ولا تعتقل بسببك. يعني شنو الإحساس ديالك وأنت كتشوف الأم ديالك وأنت ما قادر دير لها والو؟ إحساس غريب. كنخاف تشد ولا شي حاجة وهي اللي هازالة. لما كانت هي ما كاين والو. رسالتك محسن الناس المحسنين انهم باش يتعاونوا مع الحاله ديالك. كنطلب منهم يتعاونوا معنا. يتعاونوا معاكم. اه الله يحفظهم.